خلونا نذهب إلى قضية أخرى، وفوجئنا بأنباء كده مش سعيدة على إنه مصر لديها مشكلات، أو قد يكون لديها مشكلات في دخول كأس العالم. يعني إحنا وصلنا وتعبنا وهلكنا ودمنا نشف، لكن ممكن يكون عندنا مشكلة مع اللجنة الأولمبية. هنحاول نفهم ده من سيادة الوزير خالد عبد العزيز، وزير رياضة والشباب والرياضة. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا، مساء الخير يا استاذ لميس. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. لو تشرح للناس بتبسيط كده يا فندم، عشان الموضوع ممكن يبدو معقد شويه. والله الموضوع ما فيهوش اي تعقيد خالص. والله احنا بس من ساعه ما مصر الحمد لله تاهلت بعد المباراه يوم 8 اكتوبر لكاس العالم، لقينا مش عارف قصه على المكافآت ويعني تشعري والله يا مدام لميس ان في ناس كده مش عايزه الناس تفرح، مش عايزه يبقى في فرح فعلا. للشعب المصري. فايه مفاجاه المكافآت وميزانيه الدوله، والدوله بتقول ايه وتدفع مفيش ميزانية دولة ولا حاجة عشان بس برضه نقلل الفرحة. ده على يدوبك المكافآت عدت المليون المشكلة. ونص. والله يا سيادة الوزير، انا قلت لو المليون أنا عارف ونص يا فندم، دول جم من اي حتة، انا مش مهتمة خالص انهم يكونوا جايين من الرقم اللي احنا هناخده من الفيفا. ده حق اللعيبة، وده ولو سألنا اي مصري قبل الماتش نديهم المبلغ ده او ضعفه بس يوصلونا كاس العالم، كنت هتلاقي تبرعات عشان الناس تدفع الرقم ده، كلام وبندفع حضرتك في سليم حاجات جدا، تانية. انما هي كانت محاوله برضه لان حتى جزء من الناس يتاثر، فالفرحه ما تبقاش الفرحه اللي الناس مستنياها. خلصنا من ال 48 ساعه بتوع المكافئات، دخلنا في مشكله. طب ويا ترى بقى اتحاد الكوره والانتخابات وكده الفيفا توقفنا؟ مدام لميس احنا عندنا جوابات شكر من الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه ان احنا الدوله اللي عملت قانون رياضه اشاد به الجميع، وارسلوا خطابات شكر لسياده رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس النواب طب على اشرح هذا لنا بس القانون. قصة القانون وتطبيقه، وايه القص ايه المعايير اللي ممكن تعمل لنا مشكلة؟ مفيش اي مشكله تقدر تعمل لنا معايير يا فندم ولا مشكله مع كاس العالم. قصه كاس العالم دي ليس لها اي علاقه ولا دخل بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه خالص. كل الفكره يا فندم انه سئل سؤال، اشمعنى النادي الاهلي قلت انه لو ما اتفتحش الباب يوم 15 اكتوبر يعتبر منحل بقوه القانون، واتحاد الكوره ما فتحش الباب بتاعه يوم 15 اكتوبر وليه مش منحل بقوه القانون؟ ردينا رد بسيط جدا. اولا المده القانونيه بتاعت الاتحادات مش 45 يوم، هي 30 يوم فقط. الانديه 45 والاتحادات 30 يوم، فحتى اللي بيتكلم على المده القانونيه، المده القانونيه مش مظبوطه ومش دقيقه. واتحاد الكوره قانوني ولسه عندنا وقت لهذا الموضوع، والموضوع كله قانوني. هي كل الفكره ان احنا عندنا اتحاد كره القدم المصري هو الجهه الوحيده في مصر التي سمح لها من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ان يجري انتخاباته في عام 2016، لانه كان قد وفق اوضاعه بانه عمل جمعيه عموميه من الانديه المنضمه للاتحاد ووضعت هي لائحه تختلف عن اللائحه اللي ماشي على بقيه الاتحادات وطبق عليها الانتخابات، تمت على اساس هذه اللائحه، وعملوا لجنه من الجمعيه العموميه اشرفت عليها، وجت لجنه من الاتحاد الدولي اشرفت على الانتخابات، وبالتالي اصبح الاتحاد منتخب من 31 اغسطس 2016 ومستمر 4 سنين. في دلوقتي راي يقول لك لا، بعد صدور القانون الجديد، راي بيقول بعد صدور القانون الجديد لابد ان كل الهيئات اللي موجوده ان توافق اوضاعها. يعني ايه كلمه توافق اوضاعها؟ توافق اوضاعها يعني هي اللي تحط اللوائح بتاعتها الجمعيات العموميه وتجري على هذا الاساس الانتخابات. الجدال بقى اللي بيقول لك لا، ما هم وفقوا اوضاعهم، وناس تقول لك لا هم ما وفوش اوضاعهم، والجدل ماشي في هذا الامر، هل يعيدوا الانتخابات او ما يعيدوش الانتخابات؟ وبدانا ناخد الخطوه اللي بعديها، طب لو ما عادوش الانتخابات الوزير طب هيحلهم الرأي ولا الوزير القانوني هيحلهم؟ عندكم داخل الوزارة ايه يا فندم؟ هل يا اتحاد الكرة لازم يبقى فيه انتخابات هو ايضا زي النوادي ولا لأ؟ يا فندم في راي قانوني بيدرس وسيعلن عنه قريبا لهذا الامر، بس ادي كل اللي نقدر نقوله. لا قلنا هنفتح انتخابات ولا قلنا مش قانوني ولا قلنا اي حاجه. هي الناس بتتساءل هل التوفيق الاوضاع اللي تم لاتحاد الكوره ده هو هذا ما يعنيه القانون، ولا بل صدور القانون يتم تاني الاجراء الانتخابات؟ هذا هو السؤال. وقلنا في المده القانونيه وقبل انتهاء المده القانونيه هيكون في رد موجود المدة قانوني القانونية دي مش 15 اكتوبر، دي زيادة خالص يا فندم. 15 يوم زي ما انا فهمت، الناس 45 بتتكلم يوم. على 15 اكتوبر عشان مده فتح ال 45 يوم، واحنا يعني بس اللي اكد عليه ان هذا الامر يا فندم برضه مهما كان ليس له علاقه اطلاقا بوصول مصر لكاس العالم. يعني لا سواء ايوه، ما هو بقى السؤال هل هنا الاتحاد هيبقى قانوني ولا غير قانوني؟ هل ممكن توقع علينا عقوبات؟ هو ده السؤال اللي الناس بتساله. يا لميس يعني اللي بس الناس لازم تعرفه ان مصر دولة كبيرة تعرف ازاي تتخاطب مع المؤسسات الدولية. بالثلاث اربع سنين اللي فاتت احنا كانش عندنا قانون رياضة اساسا، ومشيت كل الامور بشكل سليم جدا ولم تتوقف فيه الرياضة،
وشافوا قد ايه احنا كنا حريصين على تطبيق القانون وان احنا ندي المعايير الدوليه وندي الجمعيات العموميه. وحضرتك كنت شاهده على هذا الامر اللي في ناس كتير جدا ما فهمتوش، ومع ذلك عملناه لان احنا بنوافق مع المعايير الدوليه، وتعرضنا لحملات شديده جدا عشان نتوافق مع المعايير الدوليه. هذه المؤسسات الدوليه اللي فيها مصريين عمالقه موجودين هناك عارفه وشرحت الموضوع ده، والجمعيات العموميه في الفيفا وفي اللجنه الاولمبيه الدوليه تشهد لمصر قد ايه عملت وعانت الحكومه المصريه لغايه تطورت هذا الكلام رغم اعتراض جهات كثيره جدا داخل الدوله. فحضرتك كل الكلام ده يعني بسال سؤال بقى، بعد كل الكلام ده وشهاده المؤسسات الدوليه تتدخل الجهات الدوليه عشان توقف نشاط رياضي في مصر في دوله صنعت كل هذا القانون اللي شكرت عليه وتحملت في 6 أشهر تعديل قوانين تعديل لوائح واجراء انتخابات؟ طيب يعني حضرتك اولا بتطمن الناس كل الكلام اللي طلع انه في حاجات ممكن تهدد لعبنا في كاس العالم ده غير حقيقي ولا اساس لهم الصحه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هناك قرار سيصدر من الاداره القانونيه بعد دراسه الامر قانونا داخل وزاره الشباب والرياضه بقصه هل في انتخابات للاتحاد ولا لا، او الراي القانوني طبعا. طبعا يا فندم، وهذا ليس له اي علاقه برضه باشتراك مصر في كاس العالم، وده ملوش علاقه. هل قراركم هيبقى ملزم للاتحاد ولا قرار استشاري؟ طبعا يا فندم اي قرار ملزم للاتحاد، ما فيش ولا، والاتحاد مستني قرار ملزم، ولكن كل الامور اللي احنا بنقولها ايه، احنا قبل ان ناخد قرار قد يحدث منه اي مشكله بيكون في ترتيب مع كل الجهات، وبيكون في كل يعني ما احناش الناس اللي هتاخد قرار. يا مدام لميس احنا عدينا فترات صعبه جدا ومشكله مع هنا ومشكله مع الانديه والنادي الاهلي واللجان، كل القصه دي عديناها الحمد لله بنجاح وخلصنا صحيح. 95% من المهمه، فاضل لنا لغايه 30 نوفمبر يبقى كل الانديه والاتحادات المصريه واللجنه الاولمبيه اجرت انتخاباتها على لائحه جديده وقانون جديد. هل اللي عمل كل ده والدوله اللي شاركت في كل ده بمؤسساتها وباللجنه الشباب والرياضه في البرلمان والبرلمان الوافق والحكومه اللي قدمت، وعندنا الدكتور حسن مصطفى في اللجنه الاولمبيه الدوليه والمهندس ثاني ابو ريده عضو مكتب تنفيذي في الفيفا، كل الناس دي هتخطا خطا عشان تعمل ويوقف النشاط الرياضي ومصر؟ يعني اظن ده يعني انا شايفه بشكل او اخر محاوله اخرى لان احنا نخطف اضواء ان مصر وصلت لكاس العالم بعد 28 سنه. انا بطمن الشعب المصري، منتخبنا ان شاء الله في كاس العالم وباذن الله هنأدي اداء مبهر في كاس العالم، وبنشكر الجماهير اللي وقفت معانا بنقول لهم افرحوا، المباريات الوديه هتبدا ومصر هتلعب مع المانيا والبرازيل واسبانيا وهتسافر معسكرات في الخارج وهتعمل حاجه جميله، ونفرح وارجوكم بلاش نقعد نبص للحاجه اللي دايما تخطف جزء من فرحه المصري. بشكرك ست الوزير مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه.